مرحبا بكم مواليد برج الحمل في قناة موزايك بودكاست، قناة تعنى بقراءة التاروت والروحانيات. نقوم بخلط الأوراق لنرى القراءة التي ستتضمن. تتضمن الطاقة العامة والعمل والعاطفة. القادم، ما هي طاقتك يا برج الحمل؟ بسم الله. واو، the words. هذه آخر بطاقة من بطاقات الكبرى، من بطاقات الكبرى، الأركانة الكبرى، السر الأعظم، وهي آخر بطاقة والعالم. متى عندما يعني أكثر بطاقة إيجابية يمكن أن تطلع في أوراق التاروت هي هذه البطاقة، ما يعني أن طاقة برج الحمل طاقة انتصار، اكتمال، تحقيق المراد، وهي حتى أنها طاقة احتفال. شخص ما قد نجح وقد حقق مراده وهو الآن يحتفل، يعني طاقة، واو، طاقة رائعة جدا. لماذا العمل؟ نجاح، انتصار، ربما أنت تحتفل بنجاحك مع الأصدقاء الذين يقدرونك جدا، والمجتمع ومحيطك يقدرون جدا عملك، وهذا النجاح الذي وصلت له مقدر من طرف، يعني مش مقدر من القدر وإنما من التقدير، مقدر من طرف الآخرين. العمل أيضا رائع، بطاقة رائعة جدا جدا جدا. بطاقة رقم 2، وهو طاقة اختيار بين شيئين، ربما بالبقاء في العمل أو ربما مغادرة هذا العمل لشيء أحسن وأجمل وأروع، لأنه 2 من النقود أو النجمة الخماسية شيء عنده علاقة بالعمل، وهنا أيضا بالنقود والاقتصاد. أنت يا برج الحمل، برج الحمل طاقة نارية، طاقة نارية عملية، تريد تحقيق الأهداف الكبيرة، وشخص متنافسي في عمله، تنافسي، وهذا التنافس يأخذك إلى تحقيق فعلا كل شيء تضعه صوب عينيك. لهذا طلعت على لك بطاقة الاعتدال، بطاقة الاعتدال التي تقول لك وازن بين الأمور. قد تأخذك طاقتك التنافسية وتحقيق الأعمال والجني الأموال التي أنت مرزوق وناجح فيها بشكل كبير، إلى التوازن والاعتدال بين الطاقات الأخرى، الطاقة الترابية، هو أصلا النقود طاقة ترابية، وبين الطاقة المائية التي هي عبارة عن طاقة عندها علاقة بالمشاعر والعواطف، حسن قيادة العواطف، الاتزان في العواطف، لكي لا تكون طاقتك النارية لا
التي تجعلك في مجال العمل تنافسي وتريد تحقيق الأكثر والأكثر دائما، إلى الاعتدال في الأمر. ربما الاعتدال هنا بالطاقة، مع الطاقة المائية التي هي عبارة عن طاقة انسيابية ومرونة، تدعوك إلى المرونة بحيث لا تخلق أجواء مشحونة في العمل رغم أنك منتصر وناجح في الأعمال، كي لا تكون هذه التنافسية تجعلك تخسر بعض الأصدقاء أو تخسر بعض الناس الموجودين في عملك، فيجب أن تتوخى الحذر وتكون في منافستك وتنافسيتك رفيق مع الآخرين. وأنت هيا هنا كأنه يقول أنك ستغير من مكان، من عمل إلى عمل، ربما أنت هنا تحتاج إلى الاختيار، وهذه البطاقة تقول بأنك ستبدأ عمل جديد. هذا العمل الجديد سيدر لك الأموال وهو ناجح أيضا. وربما تقول لك هذه البطاقة هناك تغيير من شيء إلى شيء في العمل، ليس من عمل إلى عمل وإنما ترقية، يعني تغيير في أنت في مكانة معينة، ستنتقل إلى مكانة أعلى وأكبر في عملك. هذا جيد، جيد جدا جدا، ولكن حذاري دائما الاعتدال يا برج الحمل. حسنا، لنرى الجانب الماذا؟ العاطفي. نعم يا رب، طاقتك في منتهى الروعة عن العمل أيضا بخير، أرجو أن يكون العاطفة كذلك. بس كثير من الأوراق، نعم نريد الكثير من الأوراق. القوة لا يدهشني ذلك. القوة مع برج الحمل، مسيطر يا برج الحمل، طاقتك في العاطفة مسيطرة. ربما ليست السيطرة السيئة، ولكن أنت تمسك بزمام الأمور وتجعل الأحداث والمواقف تتغير لصالحك بذكائك وبقوتك. أنت قوتك ليست قوتك تتمثل في القوة العقلية والشغف والطاقة الكبيرة التي لديك. وربما تريد أن تسيطر على كل شيء، على العلاقة، على مثل ما أنت تنافسي في العمل، أنت أيضا هذه الطاقة التنافسية في العاطفة تصبح طاقة ربما سيطرة، ربما طاقة تملك، تريد أن تتملك الأشياء، تريد أن الأوضاع تجعلها تمشي كما تريد، لا تتقبل أي شيء عندما يكون عكس ما تريد. وهذا ما يجعل هذه البطاقة الرابعة التي عبارة عن شح في المشاعر، ربما إفراط في استعمال القوة التي هي السيطرة، وربما إفراط في استعمال القوة اللي هي التسلط، وشح في المشاعر. حذاري، فأنت ربما تكون في علاقة تبدو لك أنك تمسك بزمام هذه العلاقة من كل جوانبها، وأنت الذي تحرك خيوط هذه العلاقة، ما يجعل المشاعر قليلا، أنت بحاجة إلى أن توازن هذه الموضوع دائما مع التوازن، توازن هذه طاقة القوة والسيطرة التي ربما تكون جيدة بدرجة معينة، ولكن حذاري، يجب دائما أن تكون هناك مشاعر، مثل ما رأينا الرجل في الماء، هناك مشاعر قليلا لكي تضبط الأمر. وهذا الذي تسعة عصي ينتظر الأشياء، ما الذي سيحدث في هذه العلاقة التي ربما هي مشاكل في العلاقة. نعم، هناك مشاكل في العلاقة،
ما يجعل هذا الشخص ينتظر ماذا سيحدث. What next؟ لنرى بطاقات أخرى ربما تحل لنا هذه الأوراق أو تطفح لنا بعض الأوراق. لنرى القصة، ما قصتك يا برج الحمل؟ نعم، ملكة السيوف، نشاط عقلي كبير وأقوال صارمة، أقوال صارمة وقاطعة، تمتك الأمور، تمسك العلاقة بحد السيف، وهناك تغييرات، ربما أنت على وشك القيام بتغييرات، ربما هذه العقلية التي لديك العقلية قليلا شديدة وصارمة تدعو إلى الأمور إلى التغيير، وربما تغيير هذا التغيير أنت لا تريده. وهذه الصرامة دائما أقول وأكرر يجب أن تكسرها بماذا؟ بالليونة، ليونة الطاقة المائية، ليونة المشاعر، ليونة العواطف. فأي موقف صارم أو صعب يجب أن يلون، إذا شئنا يلون بالقليل من العاطفة حتى يلطف الأجواء. وقد ظهرت لك عجلة الحظ، ما يعني أنك عندما تطبع تلك العلاقة أو القرارات الصادمة التي تأخذها بالقليل من العواطف قد تنجح العلاقة، قد تنجح العلاقة إذا غيرت هذه الصرامة الموجودة. حب التملك والرغبة في الإمساك بزمام الأمور، أن تطلقها قليلا، ألا تكون متزمتا. وسبحان الله دائما طاقة نارية، وأنت أصلا طاقة نارية، شخص شغوف، شغوف، وأنت في العلاقة لا ينقصك الشغف، أنت أصلا شخص شغوف. ربما هي بداية جديدة في نفس العلاقة، عندما تكون في هذه العلاقة الصارم ربما أنت بحاجة إلى أفكار جديدة، ربما إلى طريقة وأسلوب جديد لكي تقود هذه العلاقة إلى بر الأمان. حسنا، وهناك اختفاء تام للطاقة المائية، هناك طاقة ترابية، الأموال لا بأس، يعني ما عندكش أي مشكلة في الاقتصاد وجني الأموال، والطاقة الترابية التي هي تركيز على الأرض، أنك أنت متجدر بالأرض، لست ضائع، لا تشعر بالضياع، وإنما أنت تشعر بالاستقرار. والطاقة النارية ظهرت مرتين، واختفاء تام كما قلت للطاقة المائية، والطاقة الهوائية ظهرت هنا. واختفاء الطاقة المائية كما قلت لك، أنت بحاجة إلى أن تطبع حياتك وكل مشاريعك سواء كانت المادية أو العاطفية أو الأسرية بالطاقة المائية التي هي طاقة مرونة وانسيابية، أن الأمور ليست فقط أسود وأبيض، هناك ألوان أخرى، الأمور ليست أبيض وأسود فقط، وإنما هناك ألوان أخرى، يجب أن تسمح للألوان الأخرى أن تدخل حياتك، أن تكون موجودة، اسمح لها بالتواجد. أما الذين ليسوا في علاقة أصلا، لنرى لمواليد برج الحمل الذي هنا، هم ليسوا في علاقة، سبحان الله، ماذا كنت أقول؟ كنت أقول أنك طاقة مائية. للذين ليسوا في علاقة، هذه بطاقة تقول أن العلاقة قادمة في الطريق. نعم، تقول أن هناك علاقة قادمة في الطريق. ما هو الفارس؟ فارس الأكواب، فارس الأكواب يمسك كوب ويأتي، معنى هناك علاقة قادمة في الطريق للذين ليسوا في علاقة أصلاً.
حسنا ذكرت هنا الطاقات كلها، الطاقة المائية خرجت في آخر بطاقة، والطاقات الأخرى كلها موجودة. أما عن ماذا؟ عن الأبراج، عندنا برج الأسد، هذه برج الأسد، الميزان، ملكة السيوف، القوس، القوس، هذه هي الطاقات. نعم، هذه الطاقات التي لدينا الآن. الأسد والقوس والميزان، هذه هي. نعم، لنرى ماذا ستقول لك الملائكة. Guiding children. أنت جيد في المساعدة وفي تقديم الدعم. انظروا، جيد في المساعدة وفي تقديم الدعم. يجب أن، خاصة في شفاء الأطفال، يجب أن تستعمل هذه المهارات لمساعدة الأطفال الآن. الآن مرة أخرى، ربما أنت في سلك التعليم، ربما أنت في سلك التعليم وتتعامل مع الأطفال. أنت تقول لك البطاقة أنك في مكانك المناسب، وأنت لديك القدرة على شفاء الأطفال. ربما تكون طبيب أو طبيبة أطفال، ربما طبيب نفسي يتعامل مع الأطفال. إذن أنت في مكان ما تحتك بالأطفال، أنت في مكان ما تحتك فيها بالأطفال، فهذه البطاقة تقول لك أنك في المكان المناسب، وأنت أحسن شخص يقدم المساعدة والدعم للأطفال. هذه هي مهمتك على الأرض، لتساعد الأطفال الآن. الآن، ناو، الآن. بطاقات رائعة وجيدة يا برج الحمل. أتمنى أن تكون هذه القراءة قد نالت إعجابك، وإلى فيديو آخر. تقبلوا مني كل الأمنيات بالخير وبالنجاح، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.